سباق مع الزمن لتأهيل وتدريب الكوادر العمانية على الأنظمة العالمية لإدارة مطار مسقط الدولي الجديد قبل الانتهاء منه، ليكونوا قيادات من الصف الأول خلال تشغيله. وحتى قبل توقيع اتفاقية التدريب دارت أسئلة أثارت حفيظة المسؤولين ووسائل الإعلام حول جدوى الاتفاقية التي اتضح بعدها بأن الأنظمة معمول بها في المطارات العالمية. هذه الأنظمة مجربة ومبنية في عدد من المطارات العالمية، منها هيثرو تيرمينال 5، المبنى رقم 5 في هيثرو، مطار دبلن، برشلونة، وعدد من المطارات الدولية. وجميع الأنظمة يتم اختبارها وتشغيلها في مركز التدريب والفحص هذا قبل أن يتم تركيبها التركيب النهائي في الداتا سنترز أو غرف المعلومات ومراكز التحكم في المطار. 230 مواطن منهم 60 سيخضعون للتدريب خارج السلطنة في برامج تقنية المعلومات والشبكات والأنظمة والتدريب على فحص واختبار جاهزية التشغيل في المطار. تكمن أهمية هذه الاتفاقية أن هذا التدريب هو تدريب على رأس العمل ستقوم به الشركة لتدريب هذه الكوادر العمانية وتأهيلهم التأهيل المناسب لتشغيل وإدارة مطار مسقط الدولي. المعطيات جميعها تشير إلى الطريق الصحيح نحو التوجه العالمي للمطار الذي سيضع خارطة السلطنة أمام الوجهات السياحية والاستثمارية. تدريب الكوادر المحلية على الأنظمة العالمية لتشغيل مطار مسقط الدولي هو توجه حقيقي نحو العالمية قبل الانتهاء من هذا المشروع الضخم. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.